مبسوط والله. لا احكي لي بقى، انت اولا عامل يعني افكار كتير، مش بس شوكولا وورد، انت كارت السعاده على هدايا، كل ده على حسابك، كل ده من جيب الشخصي. انت بتتكلف كتير قوي. مش كتير والله، هي حاجات بسيطه عموما، ويعني بس مردودها أغلق. كبير. يعني الناس بتبقى محتاجه اللي يفرحهم حتى ولو بكلمه بسيطه. صحيح، هديه بسيطه، الشوكليت دي حاجه مش غاليه، الورده نفس القصه. هي ممكن تكلفني انا في الفتره الحاليه، لان انا زي ما قلت حضرتك بمر بفتره صعبه في شغلي في حياتي. بس مردودها اكتر، مردودها بيفرحني اكتر. يا سبحان الله، بس خلي بالك ده كله هيرجع لك. بيرجع لي. لا ده هو بيرجع لي ويرجع لي. السعاده والطاقه اللي عندي موجوده. وعند ربنا موجود، ده حاجه اساسيه. انت بتعملها بنيه خالصه انك انت عايز تشوف البسمه حقيقيه. رقم واحد ان هي خالصه لربنا. رقم واحد، لان هي زي ما قلت لحضرتك جبر الخواطر عباده. صحيح. رقم اتنين، في وسط الظروف الصعبه اللي الناس بتمر بيها، وان احنا يعني الدنيا بقت صعبه على الناس، وان ممكن واحد يبقى صعب عليه يجيب ورده زي دي. فتجيبها له انت. فهي دي بقت ببلاش. بقول لك ايه، بيختاروا الشوكولا ولا الورد؟ البنات بتختار الورد والشباب بيختاروا الشوكولاته. يا عيني البنات عايزه الحنيه. يعني معظم الفيديوهات هتلاقي البنات بتاخد الورد والرجاله عمليين عايز ياكل الشوكولاته. بالظبط كده. طب احكي لي بقى ردود الافعال والمواقف، يعني هل الناس بتتفاجئ، بتتصدم، بتقول لك ايه ده، ايه اللي بيعمله ده كتير مثلا؟ يعني ولا لا كله بيتبسط؟ هو مبدئيا الناس كلها في الشارع بتكون ماشيه مبسوطه، يعني الناس بتقرا كده اللوحه القطعه بضحكه، حتى اللي ما بيجيش ياخد بيبقى ماشي مبسوط. فانا ببقى يعني واقف مراقب الناس، الناس كلها فرحان. الله. مبدئيا يعني. واللي بيجي ياخد بقى بيبقى فرحان اكتر. فردود الافعال كلها الحمد لله كلها ردود افعال تفرح. ومين بقى اللي بيكتب الكلام الحلو اللي في كارت السعاده؟ انت اللي تقعد تتألفه. الفكره كلها من الالف للياء بتاعتي. الله. حتى الكارت اللي في ايد حضرتك ده انا اللي قصه، وانا اللي لازقه، وانا اللي عامل فيه كل حاجه. اهو هو ده كارت السعاده اللي بيوزعه رامي على الناس في الشارع علشان يسعدهم، وبيكتب لهم جوه زي ما انتم شايفين كده الكلام الحلو ده علشان اول مره نكشف للناس اللي المحتوى الكارت. محتوى الكارت سري للي بياخد الكارت في الشارع على فكره. وانا فتشت السر. بس هو الكلام مختلف يعني، مش كل الكروز يا بعض. شكرا يا رامي، انت نورتنا. انا سعيده انه انت معايا في نهايه 2022. انا اسعد، دخلت السعاده على قلبي. ده المطلوب. صدق ان انا كنت النهارده مش مبسوطه وانت فرحتني. بجد؟ شفت بقى. طب والله ده اللي انا بطلبه من الناس. ده حقيقي. شكرا يا رامي. شكرا. ودايما تسعد الناس، ودايما كده السعاده لقلبك يا رب، وان شاء الله 2023 تبقى شايله لك انت النجاح وكل حاجه حلوه ان شاء الله، وللناس كلها باذن الله، الناس كلها تخش 2023 مبسوطه وسعيده، وما تشيلوش هم حاجه. خلوها على الله يعني. خلوها على الله. على الله. بشكرك رامي. شكرا. كمال. شكرا. انت مسؤول عن سعادتنا الفتره الجايه في الشارع. اتفقنا. رامي كمال الحقيقه يعني نورنا ودخل السعاده على قلبي، ان شاء الله يا رب يكون دخلها على قلبكم، واكيد هتقابلوه في الشارع كمان وانتم ماشيين. شفتوا بدات يومي بايه؟ حاجه حلوه اهي. اشوفكم على خير. دي كانت فقرتنا، لسه حلقتنا مكمله، خليكم معانا.